خاصة على ظواهر اللي هي معناتها خطيرة برشا الحقيقة. المزار تو سفلت اسمع معناتها الشيء هذا نعطيك حاجة أخرى. من أنا 5 سنين راه بسفلت من الدين من الأخ. مش ماشي نحو الاستقرار. لا 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 بسفلت من الدين نعطيك من الأخ. العباد اللي عاد تخاف أول حاجة نكلمك تحب نحكي وقت قد أنا راني نسكن هنا وتحومة شعبية. العباد كشباب راهي مأيسة منها البلاد هذيا من الأخ. ما على بالهاش ريتها تموت حابس براكي يقتل يعملهم عادي ولا عادي وعادي فما مأيس منها البلاد هذيا. علاش؟ نحكي لك شكون خلاه يائس؟ مأيس العباد من البلاد هذيا تكاد سايب الحرقة أقسم بالله العظيم لا ترقى لا ترقى وين قاعدين يحرقوا ديجا. مازالت العباد مازالت باش تحرق ولا على البال راهي تعمل في عباد في أعمال لا لا مع الباس بالحبس ولا على البال بالحكم اللي باش تاخذ ولا مأيس العباد من فوق مثلا نعطيك الواقع. اسمع هذوما راهو اللغه اللي ياخذوا فيها 4 فرنك وبيعوا في اللغه في التلفزه واحد نعطيك الواقع وماشي يقولوا ماشي تساعد هو الاجرام ماشي يتساعد ماشي يتساعد راهو بشوف الفلتر راهو ربي لا اله الا الله نسموا له حل الشباب. احنا نحكيو على الاجرام والشباب اللي ولا للاسف معناتها ولا مجرم وعنده حق راهو يعني من لا لا مش معناتها هو يحب لا مش هو سامحني يا عبد اسمعني يا أما يعني هو ما يحبش الفقر والاحتياج يخليك تمشي ماهوش هو ماهوش هو يحب راهو قالك نحب نخدم نحب شنو هو 20000 سامحني خليني نسالك اذا ما لقاش خدمه يمشي يفك نتاع الغير يمشي يقتل يعملهم يعملهم كله عادي عادي عادي, 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 عادي فكر هكاك نعطيك قد قد من الاخر ما انت تلبس وتمطع وانا ما تسبب ما انا شنو قاعد نغسل بعيني يعمل لك حراب شي مخ وانا براك يعملهم الكل من الاخر ما قعدوش ماسكي ما على بالوش راهو حابس وتحكي له حابس إذا أي حاجة وعينين يبيع لك الدواء ويبيع لك عادي عادي هذوما ضحايا بالنسبة لك أنت؟ هذوما فهمني ليش كون مسؤول عليهم أنا مسؤول عليهم ليش مسؤول عليهم مال؟ الدولة مسؤولة مسؤول عليهم مال نهار آخر وقفوهم أنهم مسؤولين أنتم مسؤول عبد الله مشيت إيش تعمل بيروات؟ إيش تعمل لي بيروات؟ ما تبيع على حساب بيروات ومن بعد تقول هاو إجرام خساسر صغار بالحديد الدور خساسر صغار سوى 14 سنة كيف لك بالذات لو 14 سنة يقول القائل 14 سنة شنو هو شاف من الدنيا شنو راه من الدنيا شنو يخليه معناتها هو يسمع معناتها انت 14 سنة تلقاه فندم مبنك مع عباد عمرها 20 سنة كي يسمع الحديث عباد مأيسة هذا دور العائلة بليت بليت ما عادش فيها معايا دور العائلة هذا وين العائلة العائلة البطحة ما تنجمش العائلة البط اجا خلينا نكلمك خلينا نكونوا صريحين باه اغزل العائلة نحيا من مخك ريتها البطحة هذه البطحة نحن فيها هذه هذه تسمى البطحة تحط الجندي عليه من الصباح لليل وراك مش بالسوسر حتى شيء من الاخر نعطيك اللي تورطوا قبل الله اعلم شنو انجر خاطر هذا خاطر شيء تمادى معناتها من ديالي قبل معناتها سايبين مع البطيخ من بعد راكم ما عادش بشدوها من الاخر ريتها سايب ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش خاطر هو وقت الانسان يدخل اذا كلمك هاش ريت وقت يدخل فيه الياس العبد شو شو باش تعمل انت؟ انت ما على باليش بيك انت انا اللي في مخي انا نابلو انت تشد ما تشدش تعمل تربط تحبس تصور في مخك ما على باليش بيك ريت اللي في مخي راني انا نعمل من الاخر نحكي معك اللغه هذا مش تسمعها ريت اللي في مخي راني انا نعمل انت برا تصرف شد شد ما على باليش ما على باليش بيك انا ما يسبينها بطبيعه البلاد هذه ما لطف عليك انا مريش احكي لك على روحي انا ماكش مأيس لا لا عبد الله انا نعبد في ربي انا اسال الله ثبات الى الممات نعبد ربي ان شاء الله باذن الله للموت ما ما تكون كل حاجه نعبد في ربي لا نعبد ربي عاد نصلي وفهمت كيفاش واش كنا نصلي هذاك امورهم هذاك اللي يحب يصلي يصلي على روحه اللي ما يصليش هذيك هذاك موضوع اخر اما لهنا انت باه ناخذ ليكزومبل نتاعك انت لا. انت تغريك معناتها المخاطر اللي في الشارع مثلا شيء 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 باش ما تطيح للحاجات هذيك انت ولا لا ولا بعقلك والا تحط لا مانيش خاطر اسمعني خاطر ما نحطش الكا هذي علي انا ونجم كان نزيد عازم نحكي معك موضوع اخر خاطرني انا معرس مني ولا معرس سلكتك ومعاتي عندي خشاش الواحد كل شيء نحكي معك في موضوع كذا كانسان رب بيت قبل ما تعرف نولي منحرف ونزل اكثر من انا بطبيعتي كنت مجرم قبل ما بطبيعتي يهديني يا ربي يصلي طبعا ربي يهدي من يشاء ما ساعات فما حاجات راه ربك لا اله الا انت لو انت خلينا ناخذوا تجاربك من قبل ونعطيو ميساج معناتها نعطيو رساله ايجابيه للشباب يعني الطريقه هذاك ما عنده وين الكلام لا اسمع كلام بزاف يدير الضعف بسبدا هاو 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 بش 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 الطريقة ذاك يوصل ولا لا لا ما فهم شيء هذا فعل الفعل الفعل هو هو اللي يوصل اما هذا راهو كلام واجتماعات
وجيبهم وسنيه امور نفسانيه وكل لغه لازم يمشي معاك زي مع 10 ايام خلص باش تمشيله وجمعتين دخل من اللي وبعد يعاود يرجع من هنا. خلينا ناخذ التجربه نتاعك انت، دونك انت سلكت زوز طرق، كنت قبل معناتها في طريق الاجرام، يعطيك الصحه، كنت في الانحراف في طريق الاجرام، الظروف لازمتك تعمل هكاك بطبيعه الحال. اي واحد نحكي معك بصراحه اي واحد معناتها الدنيا تو رانا نعيش معناتها سبحان الله معناتها مع مزيد معناتها الشيء العبيد معناتها شوف انت اقصى حاجه الزواج انقرفتين في الزواج قلت لك عرس سلك لا انا وقت بن علي لا هذاك وقت 10000 بخضرتها بغلتها معناتها رباك وقت هذا وقت ما تقارنش انت عرس انت عرس قبل الثوره ولا بعد الثوره؟ قبل الثوره انا تو هذا عرس تو اذا نحكي مع العباد واحد كل شيء نقعد معاهم واحد الحمد لله باش نكون واضحين امور الزواج اخر حاجه تحكيها معاهم نحيها من مخك وبطبيعته هو ما نجمش بال 20000 وب 25000 فهمت ولا لا نحيها من مخك باش نحب نكون واضحين هو عنده 10000 زرتها باش نكون اسمع تنوفيك وكلماتك نحكي قد قد باش تفهم خاطر هذيك تخبي ماكش باش تفهم نجم نراوغك ونلعب لك مخك ومدخلك منه نخرجك من هنا 10000 زطل وباكو دخان كاسكروت وباكو دخان هذوما قداش انا عرس اللي تحكي عليه هو توا هما توا شباب يقول لك انا توا مرتك نحصل مرتها كاسكروت وزوز قهاوي ونسلك في 5 ولا 10000 سمر ها اذا كلمك بالحق 20000 يا اخي انت سامحني مراتك باش تعرس كي باش تقول لك مرتك خذ لي هذيك باش تقول لها راني نحبك هز فسحنا وقل تقول لها راني نحبك تيمر عليه نسبة التليق هذا في تونس هذا فهمت كيفاش علاش فهمت ليه ب 20000 25000 دار المزمره ب 300000 فاش تحكي خبز كري ودار لك شري وسبيطارات وهيك ومعيشه كيف ما تنجمش ما تجيش خلينا ديما ناخذوا التجربه سبحان الله ناخذوا التجربه تاعك واحد ما يقيس اما شديد دخلت للحبسه دخلت برشا مش فخره هو الحمد لله واحد نادم عليهم مي انا فرضت عليا باش ادخل الحبس فرضت مانيش حاببها اخذه فما انسان فما ناس من المنطقه نفسها معناتها تحب تعمل الشيء هذاك وفما ناس فار معناتها فهمني لا ما يعطيك الصحه فرضت عليا تفرض عليك راه عليك ما تسكر لك البيبان اكثر ربطيه اكثر ربطيه قداش؟ سديت انا سديت عامين واربع شهور زب فهمت اكثر حاجه والا هذيك هي المره ولا لا سديت برشا حرب حوم فو برشا حاجات فهمت كيفاش سبحان الله مغير فوش تبعنا بصراحه وراك ما عادش باش نجم نشدوهم من الاخر انا نقولها على انا الكلام هذا مش بس اسمع سامحني خلينا نكمل لك لو الشباب من هنا القدام راهو ما عادش ولغه هذه كوره ودراسيه راهي العباد فندي راهي فات داومني واحد فرهد قرب غاد من الاخر يا ربي العباد راهي مسرده سبحان الله بين ليله وضحاها هذاك ربي وتبدلت وهي نفس الظروف كانت موجوده لا يعني ظروف بدلتك للاحسن حتى الظروف تبدل ما تصورش لقيت مؤذيه معناتها حاجه بس نحكيوش احنا على حاجه فرديه احنا نحكيو وجينيرال ما تقيميش روحي يعني احنا نحكيو بالمطلق شما تو ما نحكيوش على انا حاجه ما حاله ما تحكيش على حاجه فرديه نحكيو اون جينيرال شما بنظرت من قردان الشباب شنو تفكيره شنو اللي يلزمه شنو ما يلزموش شكون اللي باش يعملوهم هذا ما فماش هذا يكذب عليك شيء ما فهم فما كان الجرام قاعد يزيد وقاعد يتطور بالاساليب نتاعو قاعد يتطور راه العباد ما عادش تخاف هو عمل لك 7000 حاجه في مخك في مخه راه وحالها فيك عاد يقوم يقوم في المركز من غدوه في باليش انا تغرت انا اختلت انا ذبحت انا صلت انا عملت انا هيك في بالو عادي مثل بي انت ظلمت ناس قبل ولا ما ظلمت والله الواحد سبحان الله معناتها الواحد ما هوش من هيك في الارض راهو معناتها فهمت كيفاش والشيء نتاع قبل مش كيما تطور راهو يعني بل معناتها في حق ناس مثلا كانوا ابرياء ما كانوش عندهم دخل مثلا في مشكله في ما تعرفش في اي حاجه هذاك راي بتاع صغر هذاك كل فتره كل انسان معناتها فهمني ولا ما نحكيوش فتره مراهقه عمرهم 17 16 سنه و5 سنه ما انا نحكيوش ما نحكيو معناتها من 25 سنه وما فوق يبدا يرزن الواحد شويه فهمني ولا لا اما السن المراهقه هذاك اذا كان انت ومع الظروف القاسيه هذا راهو انا برشا معناتها معناتها سبحان الله نقعد بيت بالحق الناس عاقله
بالحق معناتها سبحانك يا ربي تعطي بهم المثل مزرمه وليت عبد الله. ايوه والله والله ولات مزرمه مش هما مش هما يحبوا هما الحياه والضغط والطلبات ما خليته باش ينحرف ويدخل يا ودي نبيع الزطه خلي هز الحبس حرب نبيع حرب خلي هز الزطه راه حبس بس احكي نبيع هيك نبيع هيك بالحق في الاخر معناتها نحبوا نوصلوا مساج ايجابيه راهو الطريق هذاك ما عنده وين يوصلكم ولا هذاك انت قبل ما تقوله هما عارفينها ماكش باش تجيب لهم حاجه جديده راك انت انت وامثالك اللي باش انت وامثالك واللي باش يقولوا هذا اي واحد ما عندهم اللي وصل راهي حكايه فارغه معناتها مش هذا اعطينا اعطينا لب اعطينا لب اعطينا راهي باش يمشي باش يصير كورندي في الشباب هذا ما يوقفوا كان ربي سبحانه وتعالى ونعطيك من الاخر أنا الأحياء الشعبية أنت ابن حي شعبي نسكن هنا مهمشة مظلومة الأحياء الشعبية الأحياء الشعبية لا حياة أنا من تونادي فهمت أنا هزك تشوف معناتها شوف السيرك عمار اجي لهنا شوف لك من البحر لهنا بوتوات ملوطة منحين فيهم الضوء ضربوا عباد وضربوا كلاب هذا قدامي مش قالوا لي أنا راني ما نحبش نسمع قالوا لي ما عمري ما نسمع أنا راني نتأكد نمشي على العين مكان ونتاكد قالوا لي يلزمني حتى نتاكد فهمت كيفاش؟ وانتشار ظاهرة المخدرات زاد معروفة ديما في الأحياء الشعبية أغلبيتها علاش؟ بطبيعة الحال أنا قلت لك عادينا هذا أخي هو معناتها ما يحب ما لغم التهميش ما فهميش ليه هو بها يجيو في ظهر نهار فهمني لا ها وترى شي ها والشباب يعمل لي كوستيم يعمل لي كرافات يبيع لي وقتين تيسينا من اللغة الشباب ماشي ماشي والله راه اسمع انا غايضني بصراحة انا خذيت وقتي والحمد لله مع سوا كان عندك الصغيرات فهمتي ولا مشيت يرحم والديك مشيت وقتها يا مات الغب معناتها انا توا معناتها كان جيت عازف حتى في كي نرقد ما نحلمش بها لي انا باش نعرس مش باش نفكر باش نحكي معناتها قد قد الشباب نتاع توا راهو انا فما حاجة مثلا خطيرة راهو ما عادش باش يتشد من هنا القدام الشباب هذا اول حاجة راهو ما عادش يخاف بن علي مشى وهز معاه زراعة الخوف هز معاه باش نكونوا واضحين بن علي مشى وهز معاه زراعة الخوف راهي العباد مع البلاش وما تخافش اليوم صحيح معك أربعة وخمسة جيت وواحد وكل شيء ما رد بالك راهو يحندرك راهو تتحندر راهي العباد راهي ما عادش تخاف وبتبعتها مقايسة ريت أول حربوسة يحطها في مخ ولا يعمل لك حاجة تجي أنت في الزافة ما تدريش كيف يسكلها من الآخر